لنا حضرتك. اللي معانا النهارده مريومه، مريم جوزها محمد. اتفقنا مع مريم انها تعمل مقلب في جوزها، وبصراحه اتقنت المقلب، وتقريبا ما كانتش عايزه تخلص الحلقه من كتر ما السعاده كانت بتفض. تعالوا بص مريم عملت ايه في جوزها. مش هنسلم مش هندوس. مريم ازيك عامله ايه؟ تمام. كله تمام الحمد لله. قولي لي اللي معاكي ده جوزك؟ محمد. اوكي، وانت جايه تعملي مقلب في محمد؟ نفسي اعمل فيه مقلب. مالك سعيده كده ليه؟ في واحده جايه تعمل في جوزها وسعيده. نفسي اعمل فيه مقلب من زمان. طيب بصي بقى، احنا هنساعدك تعملي فيه مقلب. احنا بنلعب لعبه اسمها قدها ولا مش قدها. تمام. احط لك سماعه في ودنك وهبتدي اطلب منك طلبات. مهما كان الطلب غريب، مهم جدا انك تنفذيه زي ما اقوله لك وساعه ما اقوله لك. اوكي، من غير ضحك، من غير ما محمد يعرف ان احنا بنعمل مقلب. تمام. من غير ما يسيبك ويمشي. اوكي. اللي هيحصل بعد كده بقى في البيت ده ملناش دعوه. تمام. اوكي. بصي، اي وقت بقى هتحبي توقفي المقلب ده. تمام. هتقفي وتقولي بصوت عالي يا جماعه انا مش قدها. هنوقف في ساعتها ونكشف لمحمد ان احنا كنا بنعمل مقلب. اوكي. قدها. قدها. نعمل مقلب في محمد. يلا بينا. يلا بينا. مريم، هنبتدي اول مرحله في قدها ولا مش قدها. المرحله دي على 500 جنيه، هتسمعي كل اللي هقول لك عليه وتنفذيه بالحرف الواحد. يلا جود لك. مريم هتقفي دلوقتي بصوت عالي جدا، هتقولي لو سمحت للويتر. لو سمحت. تمام. تمام. ودينه ماله؟ شايفنا انت؟ شايفنا قاعدين وسايبنا يعني؟ مش شايفنا قاعدين يعني وسايبنا كده يعني؟ مش تيجي تاخد مننا الطلبات؟ لا هو قال لي لما خلاص يقول. طيب ماشي اتفضل. مش انت انا مش بكلمك زعقي فيه؟ انا مش بكلمك انت. شكلي انا مش بكلمك. انا كمل. ما حضرتك قلت لي امشي. لا انا ما قلتلكش. انا بقول له هو اتفضل اطلب. انا بقول له جوزي اتفضل اطلب. مش انت، انت تفضل واقف هنا لحد ما نخلص. اتفضل بقى، خليك واقف بقى لغايه ما هو يخلص. حاضر. شوف هتطلب ايه. انت تاكل ايه؟ شوف انت تاكل ايه ورا. ما تخلص يا محمد، هتطفح. احنا هنقضي الليله كلها بننقي من المنيو. ما تخلص بقى. هتطفح ايه؟ ايه انا ولا ايه؟ ايه هتطفح ايه؟ ايه ده؟ هتطفح ايه؟ طب قومي. لا انا مش هاكل، انا همشي. خلي بالك لو مشي هتخسري كل الفلوس. بصي لجوزك وقولي له اطلب حاجه عدله بدل ما هزقه لك. اطلب حاجه عدله بدل ما هزقه بقى هو. يا فندم ركز في الطلب لو سمحت عشان بيجي في يعني فيا. خلاص انا قلت لك هاتوا فليه. خلاص بصي لوائل وقولي له يا زفت هات له اللي هو عايزه. يا زفت هات له اللي هو عايزه. انت تاكلي ايه؟ ازيك؟ اوكي. انت اتجننتي ولا انت مالك؟ انت في ايه؟ انا مفيش حاجه. قولي لي في ايه اللي في حاجه حصلت؟ مفيش حاجه. اقلعي الجزمه واخبطيه على ظهره. احدفيه بالجزمه اللي في رجلك. الوي تعملي كده غير الموضوع ده السرطان. دماغي وجعاني. انا تعالى هات لي الشوز بتاعتي. مريم ما تعملش حاجه تاني، اقسم بالله. انا عايز اعمل مشكله هنا مصيبه. انت بتعملي كده ليه؟ دماغي وجعاني. طب انت عملت ايه المشكله؟ قومي خدي طبق من ايده، خدي طبق من ده. بصي فيه، بصي في الطبق الاول، بصي في الطبق. اكسريه اكسريه. مريم دلوقتي في موقف صعب جدا، واضح ان محمود ابتدى يفقد اعصابه. يا ترى مريم هتكمل معانا الجيم ولا هتنسحب؟ ايه ده ايه القرف اللي انت جايبه؟ ايه ده القرف ده؟ خد تعالى هنا. تعالى هنا. بصي لمحمد وقولي له بص يا محمد على طبقك، لو مش نضيف اكسره على دماغه. ده نضيف؟ نضيف؟ مش نضيف. مش نضيف صح؟ لو مش نضيف اكسره على دماغه. اكسره يا محمد. الطبق مش نضيف. مش نضيف الطبق. اكسريه. انت هتجيبت بقى نضيف؟ هي ما تجيبش. انت يعني ما تعرفش تتعامل يعني مع الزباين؟ انا مش قادر اصدق. لو حاسه ان هو جاب اخره هزي راسك. هو جاب اخره. بصي انت دلوقتي خلصتي ليفل 1، مبروك انت معاكي 500 جنيه. لو عايزه تنسحبي انا رايي ان انت تنسحبي وتكتفي بال 500 جنيه لانه انا مش ضامن. لو هتخشي ليفل 2 زعقي الوائل الويتر وقولي له هات لي الكوره بتاع الباسكت اللي متعلق هناك دي. انت بتعملي كده ليه يا مريم؟ لو عملت حاجه تاني اقسم بالله العظيم هطلقك. في ايه؟ هات لي كوره الباسكت بتاعتي دي يا فندم. احدفي الكرة على الباسكت وقولي لوائل يا حيوان خليك هنا عشان تجيب الكرة. تعالى انت يا حيوان، انت خليك واقف جنبيها علشان تجيبها لي. ما جاتش اساسا. ما جاتش. انت مالك؟ ما جاتش ولا ما جاتش؟ انت مالك؟
كده يا حضرتك كده مالكش دعوه، انا عارفه انا بعمل ايه على فكره. هو يا فندم مريم هتنسحبي ولا هتكملي اخر مره؟ لو حاسه انه جاب اخره انسحبي، انا خايف عليكي. خلاص احنا معاكي 500 جنيه. خلاص يابا خلاص احنا بنلعب. طب هو بيكلم مين؟ ما تكلمش ماما. تكلم ماما؟ يا نهار اسود، كده فيها طلاق يا ماري. مريم مريم ابوس ايدك، انا اول مره عاملها. انا مش عايز طلاقك يبقى على ايدي. لو عايزه تكملي العبي واحده كمان. يلا 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 يا جماعه. شاطر كده شاطر. ما جاتش يا فندم برضه. اصل هتكسبي ايه؟ مالكش دعوه مالكش دعوه. يلا مفيش حاجه. ما الناس قاعده ساكته ايه؟ حسيت انك كنت بتعملي كده ليه؟ في ايه؟ مش هنسلم مش هنبوس. لا لا لا، بصوا يعني بصراحه جوزها راجل طيب، وبين خلي بالكو ان هو يعني فجاه كده حاسه ان دي مش مراتي. يا بنتي انا متجوزك بقالك، انت مين؟ انت ليه متحوله؟ لا لا، وبين الموضوع كان ممكن يوصل، كان ممكن يوصل لطلاق. يا لهوي، لا صعب صعب يعني.